and stuff. Oh yeah, سيف صح كأنك سنقتلك. أنا سأقتلك يا سيف. سأضربك في السكين. في السكين. قلت لك بوكسات في اللعبة شوف. الحق الحق الجبان إنه جبان. طيب علي هون. طلع سكري. ايش طلعوا؟ هون محدد طيب يلا اسمع لما ينزلوا يبين انهم نزلوا من الطيارة ولا لا عشان نعرف وينهم ماشي؟ ابو علي اه اكبس جميع اكبس جميع ما عم لا مش هسه مش هسه بديش يعرفوا ويننا اول تنزل هون بس ننزل بس ننزل انا بدي اشوف وين بدهم ينزلوا هم طيب جزء هم جزء هم ينزلوا هون اه ننزل مكان ثاني عشان نيجي عليهم خبط لزق هسه بقول لك انهم نزلوا ولا لا بيلعبوا فينا يا عتيب استنى ما تنزلش ما تنزلش بس ينزلوا هم ننزل ماشي عشان نعرف وين نزلوا هم كلهم نفس الاشي الثاني بيستنوا فينا ينزل حط اسمع علي على السماعة اكبس على الجميع طيب شوي عمي شو راضين ينزلوا يا حرام هاي نزلوا 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 هاي استنونا خلاص نزلوا يلا انزل انزل لقدامي انت هون انزل انزل احمد انزل ايوه هون طيب اللي بيستنوا فينا عرفت؟ اه يلا هسه بس ما تحكيش انه عرفنا وينهم يلا بدي افتح افتح ال هلا تقدر تحط كلمة جرافيك بيني وبينك بعرف السماعة اه عارف خلص ايوه انزل هون غز غز راس هم هناك عارفين وين احنا استنى عشان اتاكد انا بدي احدد مكانهم عشان ما خربشش هون هم هون نزلوا ماشي والله يا رب الاقي كار سلاح اقنصهم من بعيد الجوز اسمع اذا وقعت سيف او كريم ما تفنشوا ما تفنشوش خليه يزحف فاهم ماشي عساس يجي سيف يساعده يبين يعني يكشف حاله ماشي لا ساعدني طخوني ماشي ماشي اه هالقلاية هالقلاية مشان سيف كنك بالكنيسة؟ أنا بس بدي اسكوب بات هسا والله كبيرة هلا يا عكد راس سيف هيك هاي مضيعة دعمني فيها سيف المشكلة أنا في ال شوف الاشي الحلو بهاي الخريطة بتلاقي فيها كل السلاح بسهولة مش دائما يا زلمة ايام ننزل مناطق مفيش سلاح نقعد ندور دوارة يا سلام تلعب خريطة فيش فيها ناس تتسلى لحالك هو هاي بس احنا انت والطفل بدك اياه نعم لقيت سكوب تنام اخر لعبة نعم ايه معي الشنطة انا بدي شنطة شو شنطات المشكلة في شنطة الباقي في غضرونة يجوا بدري علينا هون ما لا لبر حالك بس هذا بخرج لحاله ماشي
شو رايك نروح نص الخريطة؟ هن أول آخر راح نروح نص الخريطة. آه أكيد. راح تطول اللعبة لأنه فيش اللي إحنا. ما بعرف حسب حظ. هلا ضلك راقب الطيارة كل شوي تنزل الطيارة إنه راح يروح ركب عليها. آه طيارة. آه. آه مظبوط بنسي أنا بس ألا أسلح الأوم. إذا بطلع بالطيارة. ثم بركبوا سيارة بصيروا شفتوا دور علينا. اسمع بداخل تانك بنزين ولا بلزم ايش؟ احنا شفت كثير بالسيارة احنا. اخذت بنزين. راح يركب انت بتعرف سيف وخططه راح يوقف لنا مكانه يخبط. احتمال يجونا من راس جبل من هون. اوه انفور. تخيلوا تاخذ الانفور. ايش انفور؟ انت معك سلاح كل شيء؟ ولا بدك تلاشين؟ انا معي ام بي 5 معي ام بي 5 ومعي ام 16 طويلة. اها طيب ماشي هون كليشن باخذه بدل الامسك. انت اللي طخيت؟ اه طيب زين انت انفور وكليشن ام 16 انا اختار حب الانفور يا زلمه 9 ام بي 5 بدك حب؟ لا معي بس بقول لك ما اختار حبها. ما قطش الطيارة لهلا صح؟ لا ما اجت. والله سيف اذا بطخنا نعمل حفلة. مش حكير. وضلوا ماسك علي طول العمر. طخ يا طول. والله انو زي كأنه عيد عنده. ايش صوت الطيارة؟ بدوش تروح بعيد اما اذا نزلت الدروب خلينا نروح نلحقها نربط لسيف. لا تعال نلحقها تعال لا تطلع الجبل هلا هم بيتشوا عليها هي راح تكب بنص الخريطة خلينا نصيدهم من بعيد. تعال نطلع اصلا الزوم بلش يقرب مسكين سيف كل ما اقتل واحد بقول ما انا طخيته سيبوا لي شي اياه. يلا بستناك ماشي مكان مع اليمين هناك ده مش طريقه ما يحكوش كده ما هو عرفوا انه بنسمع فيه هون بلغوه عملوه بس طريق يحكوا طريق ويسمعوا طريق. إذا بدك تجننه حط على الميكروفون اعمل على الجميع احكي هي شوف طيب احمد شوف طيب قدام مش هسك شوي خليه قدام بس هيك بجوز هم شايفيننا من بعيد مش بعاد عنا هنا على اليمين هم على شمالنا قصدي نسيت انا الدروب عير عليه نزل؟ اكيد بس بعيد كثير هلا هم مسارهم على تقريبا حرف الاس اي مسارهم لشرقك فهمت كيف؟
يعني احنا بنقدر نستقبلهم اذا سبقناهم على الزوم، سبقناهم احنا بنستقبلهم هم هربوا من الزوم. هاي شغله. عشان بس نفوت جوا الدائره هي عشان الزوم بيصغر عماله. اذا لقيت سياره احسن. او كانت في سياره تحت بس ما اخذناها، الطريق الجبليه. هلا ما انتبهت زوم قريب كثير صار علينا. هم هاربين منه اكيد يعني حوالينا. في سياره صار من حوالينا. بجوز هم يطلعوا بسياره دير بالك يعني. في زوم قرنا. مشكلة مش مشكلة. بيجي بيجي. يلا روح. تمام. هاي الطيارة رايحة غير كمان، عارفين دم. اوه لورا شمال 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 شمال. يمين. يلا روح. لو نزلت من ورا احسن. يلا مش مشكلة هيك طلعت طلوع. يا ربي. ما تدمجش. لا 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 لا. لو رحت من هناك احسن، هاي كلها مكسرة. خلاص انزل انزل. الله يلا. انزل انزل. والله الزوم الزوم مش قوي، تنزلش هيك مرة واحدة بتموت. دمجت؟ هي هي سيارة هون يلا. ما كنت راكبين سيارة. اسمع الطيارة على ال على ال على ال 230 تقريبا، خلينا نروح عليها. تمضي. رب يكون في قناص بال بالطيب بالصندوق، خليني اشفه بشف. معقول هم صاروا طالعين على الزوم؟ هيو 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 ورا التل الصغير. هاي هيو شايف واحد منهم الاثنين. انا على الشارع شوف هذا دمب عليه. ها. دير بالك. كمش كمش هيو من الاثنين. هلا كريم، هذا سكين كريم الثاني. وينه؟ كريم يا حرام طخيطه بدك تطخ السيف. لا لا متخبي ايه متخبي هون احمد، متخبي من الحشيش. وينه؟ متخبي من الحشيش. اي جنبي جنبي محل ما متت. قتلك بسرعه. اي جنبي من الحشيش. طخ طخ طخ. متخبي الندل يا وي. أنا ما أعرف.